مطلوبة بالاسم. مين بس اللي طالبني؟ أنا مختار. ازيك يا مليكة قلبي وعيني وروحي وحياتي؟ انت اللي ورا الموقف البايخ ده، وقعت قلبي يا شيخ. ايه اتخضيتي؟ افتكرتي هنخطفك ونطلب فدية؟ عايش حبيبي يدفع في اي شيء سبيل نجيني من الخاطر. ما تسيبك من عايش ده وتيجي تعيشي معايا. ما تقدرش عليا. ما اقدرش. طب جربي. ما عنديش وقت نجرب، وبعدين عايش مريحني على الاخر وكيصرف عليا بلا حساب. بيديكي مصروف كام في الشهر؟ 5000 دولار. هديكي 10 وهسكنك في شقه في الزمالك. قلت ايه؟ ماشي كافي. ده انت طماعه قوي. انا بغيت نأمن مستقبلي وعايش وعدنان هو يأمنهولي. هيأمنهولك ازاي يعني؟ هيشتري لي النايت من توفيق. ده يبقى غالي قوي. ب3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه؟ وعايش الدخوف ده وافق انه يدفع؟ هو وعدني وقال لي اول ما هتجيله تحويله من بره هينفذ. تحويله من بره؟ طب بقول لك ايه؟ ما تسيبك من بره وتخليكي جوه عشان يجيلك برد. دمك خفيف. ده انت اللي عسل. ما تيجي افتح لك محل ضيق كده صغير محندة عشان تعرفي تدوريه. هو النايت. وعموما ما طلبتش منك تجيبهولي. طب بذمتك عايش سلطان ده يملى عين اي ست؟ المهم يملى جيبي. هو انا هتجوزه. طب لو خيروكي بيني وبينه تختاري مين؟ اختارك انت. شفتي بقى كلمة الحق طلعت يا رجالة. بس ايه؟ انت على قد حالاتك ومش على قد طلباتي. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا عندي فلوس توزن عايش سلطان ده يجي 1000 مرة. طب ما تشتري لي النايت وابقى معاك. اصل انا ليه نظرية. مش من نظرية يعني بتفائل وبتشائم، والنايت اصله كله خمرة ورقص، يعني مال حرام 100%. وانت مالك؟ انا قابلة على نفسي المال ده. ده انت غريبة قوي. خلاص اشتريهولك واكتبي لي شيك. شيك بايه؟ ب3 مليون. ما انا هديهم لك سلف وبيعوضهم لي لما النايت يكسب. وما تقلقيش، انا لوحدي بصرف لي في الليلة يجي 50000 جنيه، يعني بيكسب كل يوم 100%. وليه احمل نفسي دين وعايش حبيبي موجود وممكن يجيبهولي هدية؟ يا مين يعيش. وبعدين ده بيلعب بيكي وعامل التحويل ده حجة عشان يملص. اسهلين. انا عايش ما يعملش كده. يا بنتي صدقيني انا ممكن الصبح اكيشك ال3 مليون وعلى اخر النهار تبقي صاحبة المحل. بتتكلم جد؟ اه طبعا بتكلم جد. ولا شوفي بقى تستني عايش افندي سلطان اما يقبض التحويل. لو بجد هتسلمني 3 مليون بكره هكتك يا حبيبي. ايه هكه دي؟ يعني كده. طب اذا كان هكه يبقى ماشي. طيب تعمل حاجة. ساعة ما جينا من الفرح دبت معايا خناقة، ومن ساعتها واحنا على الحال ده. حتى بالليل لما حبيت اكل طلبت لنفسي اكل من بره. يا حبيبتي يا بنتي، لا انا هطلع اشوف بنتي حصل لها ايه. عملت ايه؟ اكيد زعلتها زعلة كبيرة قوي. ابدا والله يا عم، ده انا عملت البدع عشان ما بوظش الليلة وبرضه مفيش فايدة. يا سيدي الليالي الحلوة جاية كتير قوي. هدي لسه ما اشتغلتش. دي هتشتغل باذن الله. وانا جايبني ورا غير القرارين امثالك؟ الله، وانا قلت حاجه؟ اسكت بقى عشان انا مش طايق نفسي. اسكت، مش عايز اسمع صوتك. كفايه اللي انا فيه. قلت يا تيفا؟ قلت لا اله الا الله. يا راجل حرام عليك، خلي ربنا برا الموضوع ده. احنا بنشتري كباريه. ماشي يا مخ. ها
هتبيع لنا البتاع ده بكام؟ عشان خاطرك انت هاخد فيه 4 مليون. ده خاطري كبير قوي عندك. امال يا مخ، ده انت حبيبي. انا هدفع 2 مليون جنيه كاش وناو. لا لا لا، ده انت كده بعيد قوي يا مخ. افتح لي بس مخك كده وهويها وهي تقرب. ما تاخذنيش، اصل انا صارف على المحل ده شقه عمري، مش معقول يعني ارميه كده برخص التراب. 2 مليون جنيه رخص التراب؟ برضه هيقول لي 2 مليون. يا عم بقول لك 4 مليون. طب وربنا اللي عالم، انا لولا زنقتي ما كنت بعته ابدا. وانت مزنوق؟ لا، اصل انا باسس لنايت كبير قوي في دبي، واخد كل فلوسي ووقتي. يعني مزنوق؟ مش قوي يعني، بس مخدنا. ماشي، نخليهم 2 مليون ونص. هم ال 4 مليون. بص بقى، انا جاي وجايب لك معايا 3 مليون، هتاخدهم ونمضي العقود ولا روحهم جنب اخواتهم؟ استغل زنيت انت يا مخ. القرش صياد يا تيفا. عشان خاطرك انت هاخد ال 3 مليون دول ويبقى لي 750 الف. بتوع ايه؟ هعمل لك خصم 250 من ال 4 مليون. اقول له ايه؟ انت عملت لي خصم 1 مليون. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هكيشك، وانت عارف الكاش عزيزي اليومين دول. بس ده كتير قوي يا مخ. مفيش حاجه تكتر على المخ يا تيفا يا تيفا يا تيفا. ها قلت ايه؟ خلاص، عشان خاطر يعني نمضي العقود. نمضي العقود. مبروك عليك يا ست مليكة. الله يبارك فيك. مبسوطة؟ هكا مبسوطة بالزاف. بالزاف؟ انت بالزاف، انا ما اقدرش ارفض لك طلب. اذا كان كده ماشي. يلا بينا. نسيبك بقى يا تيفا لاكل عيشك. اكل عيش مين بقى؟ ده اكل عيشك انتوا. اكل عيشها هي، انا حد الله بيني وبين الحاجات دي. انا مجرد بنك ومسلفها قرض وهتردهولي طبعا بفوايد. يا نمس، فوايد مين؟ الفوايد حرام. ده قرض حسن، حسن قوي، علشان تشد حيلها كده وتاكل لقمه عيش وتعتمد على نفسها. يا واد انت بقلب حنين. طلعت لقيت بنتي مفطوره من العياط. مفطوره من العياط على ايه؟ دي هي اللي ظالمه. ظالمه دي ايه يا سعد يا ابني؟ ما قالت لك 100 مره انها بتغير من البنت اللي اسمها صفيه دي؟ وانت بتصدق الكلام ده برضو يا عمي؟ كل ده حجج عشان تعكنن عليا. وتعكنن عليك ليه؟ ما هو فرحها زي ما هو فرحك يا سعد يا ابني. غيرتها عليك معناها انها بتحبك. ايوه بس ده حب يخنق ويمرر العيشه. كلهم كده. نعم جرى يا شاهين. قصدي يعني حساسين زياده عن اللزوم، واي حاجه بتاثر فيهم. مش زينا جبلات مفيش حاجه بتاثر فينا واي حاجه نعديها. بس هي شكلها كده هتكبر الموضوع ومش ناويه تعديها. لا شويه كده وهتهدى، دي بنتي وانا عارفها، بس انت لازم تصالحها. اصالحها ازاي يعني؟ سيبي الموضوع ده عليا، انا هتصرف. دي ميه لطيفه قدام حريف. حبيبي ايدك بقى عن نسبتنا في القعده دي. مالكم مسعين كده ليه؟ ولا اطير؟ لا لا لا، بقول لك ايه، اللي اوله شرط اخره ضمانهور، واحنا لنا 600 الف جنيه في الموضوع ده. ليه؟ هو مال حرام؟ ده حقنا يا توفيق. مش كفايه بعنا لك المكان التعبان ده مبلغ عمرك ما كنت تحلم بيه؟ كاتب وشويه عليه كمان. علينا احنا طوبه 1.5 مليون، قول 2 مليون يوم يضربوا الدم. بوس ايدك وش وظهر يا توفيق، واحمد ربنا ان مختار ما اشتراش المحل ده لنفسه. ليه يعني؟ عشان ده واد ابن جنيه، ولو كان عاوز يشتريه بصحيح كان جاب قراره ورفض يشتريه. خدوا منك سد خانه عشان يسد بيه عين مليكه. ما انا عارف. طالما انت عارف بتستعبط ليه؟ طيفه ايدك على نسبتنا بقى. نادي على الشاهد الاول. مجاهد على السميع. مجاهد قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. انت شفت المتهم يوم الجريمه؟ سعادتك كان في ميعاد بينا، انا رحت له شقه الشبرا وقعدت اخبط على الباب جامد محدش فتح فمشيت. ايوه يا بيه، كلمني في التليفون وقال ان هو تعبان وهيروح ينام. وانت عرفت فعلا انه بيكلمك من شقته؟ اكيد، امال هينام فين غير برضه في اوضته؟ يعني انت شفتيه في اوضته وانت بتكلميه؟ هشوفه ازاي هو بيكلمني من سماعه التليفون؟ انا شفت يا باشا كان بيتخانق مع المرحوم الله يرحمه قبل الحادثه بساعه في المينا، وكان بيهدده بالقتل، والظاهر يا باشا كان في خلاف بينهم. في حد تاني شافه غيرك؟ يمكن ويمكن لا. الظاهر يا باشا بعد ما هددوا بالقتل خرج من هنا بسرعه بيجري يا باشا، والله اعلم.
استنى بره وقتله. عندك اقوال تانية؟ لا يا باشا. اتفضل. كذاب 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 والله العظيم كذاب. الحكم اخر الجلسة. رفعت الجلسة. فضلي برجلك اليمين يا عروسة. انت ضريف بالذات ومحسسني فعلا انني عروسة. ما حسسك، ما انت فعلا عروسة وست العرايس كمان. اتفضلي 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 يا حلوة يا حلوة. ميرسي. وعلشان بقى نأكد موضوع العروسة ده هنكتب ورقتين عرفي. بلاتي بلاتي علاش الزواج؟ ما تخلينا هكذا احسن. لا يا حلوة، انا راجل بخاف ربنا. وده شرطي الوحيد، انا لا يمكن اعمل حاجة حرام. اذا مش عاجبك قوليلي، الحق التوفيق قبل ما يصرف فلوس. وعلاش تربط نفسك بيا وتربطني بيك؟ ما تخلينا فريق احسن. ده عرفي يعني ورقتين وفي اي وقت ممكن يتقطعوا. وعلاش هتشي كله؟ ها؟ وليه كل ده؟ علشان ربنا يبارك لنا. بغيت تضحك على الله؟ استغفر الله. اضحك على الله ايه؟ انا بتقيه وبنفذ كلامه. اذا بغيت تنفذ كلامه تزوجني شرعي. شرعي؟ تجننت يا مليكة؟ ايوه ده وكلام الله. كلام الله انما كده بقى الناس هتعرف وهيبقى لك حقوق وهتبقى ايوه ده وشرع الله. ليه في حق الزوجه والاولاد محفوظين. اولاد؟ انت كمان عايزه اولاد يا مليكة؟ معقوله؟ مختاره شيغي، اهم شيء في الزواج ما افترض نيه الاستمرار وتكوين اسره. ماشي متعب شريك وبعدين كل واحد يروح لحاله، هذا سميته حرام متزوق. هو كلام شبه العربي انما ما هوش عربي. المهم اللي انا عايز اقوله لك ان الجواز العرفي ده حلال وكثير من الشيوخ حللوه. انا غير قلت لك وجهه نظري في الموضوع. المهم خليك مني، فين هي الورقه؟ الورقه يعني موافقه على الجواز العرفي. عرفي ولا ماشي عرفي، انا موافقه وصافي. صافي يعني اوكي. اذا كان صافي يبقى ماشي. امضي هنا بقى. واخ واخ واخ. دخلنا في التقيل. هاتي ايدك. هيك قرب. ايوه قولي لي زوجتك نفسي. زوجتك نفسي وانا قبلت. مبروك يا عروسه. بلاتي بلاتي ايه فين هما الشهود؟ بلاتي والعزه لاجيب لك الشهود على الموبايل صوت وصوره. لقد تامر المتهم وخطط ونفذ الجريمه مع سبق الاصرار والترصد، وبناء عليه فقد حكمت المحكمه بتحويل أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية. لا! رفعت الجلسة. لا! أنا بريء! أنا بريء! أنا مظلوم! أنا ما عندي أي شيء. شفت يا مستر طارق سهم طنطا للبسكوت؟ ماله؟ عامل خسائر جامدة أوي النهاردة. وريني كده. ده فتح على 5.25 وشكله كده هيقفل على 2.80. لا السهم ده صاعد. اشتري الاسهم كلها. اشتري ده ايه؟ ده هبط هبوط جامد جدا. انت عاوز تساعد بيه موتنا؟ السهم ده بيعمل كوركشن وهياخد اتجاه صاعد بعد كده. هو اللي حصل له دلوقتي انه مريح شويه وبعد كده هيطلع تاني. احنا هنبيع لما يبقى مستوى التداول 8 جنيه. يا طارق باشا ده واقع وقوع الفيل، يعني مفيش منه امل. نفذ اللي بقولك عليه. هو مين المسؤول هنا؟ انا ولا انت؟ امر. ماشي يا سعد بيه. انما وريتك. يلا يا نور عيني يا قمر انت يلا. تعالي يا باشا صالحي جوزك حبيبي، انتوا مالكوش غير بعض. بابا لو سمحت يا بابا اتطلقني منه. الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ هو كان حصل ايه اللي ده كله؟ جاب اللي بتحبه خلاها تحضر فرحي. ما خلاص بقى خلاص بقى يا رشا، قلت لك انا اسف 100 مره. وبعدين يا ستي لو عايزاني اقطع علاقتي بيها خالص انا ما عنديش مانع. اهو الراجل قدم السبت والحد. يا بابا ده كلام بيقوله قدامكم بس. يا بنتي يا حبيبتي اكبر دليل على ان هو بيحبك انه جوزك انت. ايوه وزعلان قوي ومتاثر ان انت زعلانه منه، وعلشان يصالحك اصر ان يديك العربيه الجديده بتاعته هديه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمي؟ لا مؤاخذه يا سعد يا ابني، بوظت لك المفاجاه بس علشان اثبت لها انك بتحبها. بجد بجد لو عملت كده يبقى انت اكيد بتحبني. ايه اللي بيحبك ده اصر يديك العربيه بالميداليه الذهب بتاعتها، مش كده ولا ايه؟ يلا بقى يا حبايبي على اوضتكم. يلا يلا يا اولاد يلا، ربنا يهدي صيغتكم. سعد خد، مش قلت لك هتشتغل؟ يا ساتر يا رب، ربنا يستر. يا
اخيرا بقينا لوحدنا. اخيرا يا حبيبي. يا سلام عليكي لما بتبقي رايقه بتبقي عسل وقمر. ما انت اللي بتضايقني. لا بقولك ايه، ملوش لازمه بقى نجيب اي سيره مضايقه دلوقتي، خلينا مع بعض شويه. احنا مع بعض اهو. لا اكسر. طب رد على الموبايل. لا موبايل ايه وده وقته؟ رد بس ليكون حاجه مهمه. ويعني هي دي مش حاجه مهمه يا سعد؟ رد. الله. ايه يا اشرف؟ خير يا اشرف؟ في ايه؟ المصيبه دي ما تنفعش تتاجل يعني؟ طيب اهدى بس. طيب ماشي ماشي خلاص انا جاي لك على طول. يلا سلام. ايه يا سعد في ايه؟ مصيبه ايه؟ مش عارف بس اشرف اخويا بيقول في مصيبه ولازم انزل اعدي عليه دلوقتي حالا. بيفكريني اولع في البيجامه دي ابوك نبر فيها؟ انت اللي بعت حموقه عشان يشهد زور ضده. انت مجنون يا ابني. انا شاي انما لا يمكن اودي واحد مظلوم في داهيه. طب ما يمكن حموقه راح من نفسه. راح من نفسه حد وزه خلاص. انا خدت قراري. قرار ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادر. افهموا بقى، في بريء هيروح في داهيه بسببنا. واحنا نعمل ايه يعني؟ نعترف بالحقيقه. انت عايزنا نروح برجلنا لحد المشنقه ولا ايه؟ ما انتوا لو ما رحتوش برجليكوا هتروحوا غصب عنكم، لاني هبلغ عني وعنكم. اهدى يا اشرف، اعقل يا حبيبي مش كده؟ اعقل؟ وانا بقى فيه عقل؟ اشرف كل خطوه دلوقتي بقت محسوبه علينا. اديك جبت المفيد. الله يفتح عليك يا سعد يا اخويا. الغلطه يا اشرف بفوره. يبقى الحل الوحيد ان حموقه يعترف انه شاهد زور ويخلص مصطفى. وده حل معقول يعني في نظرك؟ زي ما وزيته انه يشهد زور خليه يعترف بالحقيقه. تاني هتقول لي وزيته؟ يا ابني ده انا اخوك، يعني المفروض تكون عارفني اكتر من كده. ما انا عشان عارفك يا مختار فمتاكد ان انت اللي وراها. تبقى ما تعرفنيش يا اشرف. انا ممكن اقلب حد في مصلحه، اسقم على واحده ماشي، ادخل تهريبه من الجمرك اوكي، انما اقتل؟ استغفر الله العظيم يا رب. طبعا لا. هو ايه اللي طبعا لا؟ امال الورطه السوداء اللي احنا فيها دي بسبب ايه؟ مش بسبب جريمتك؟ جريمتي انا؟ يا ابني دي ما اسمهاش جريمه، اسمه قتل خطا. وانا سالته خلاص هصوم الكفاره 60 يوم. ثم انتوا كمان لازم تصوموا معايا 60 يوم؟ ونصوم معاك ليه ان شاء الله؟ انتوا مش شركاء معايا؟ ولا فاكرين ربنا مش هيحاسبكم على دي كمان؟ هو المصيبه انه هيحاسبنا. طب يعني افرض ان احنا صمنا ال 60 يوم دول كلهم، ممكن ربنا يسامحنا؟ طبعا. مش هو اللي قال كده في كتابه العزيز؟ طب ما كده تبقى اتحلت يا اشرف، ومش فاضل بقى غير مصطفى، وانا عندي حل يريح ضميرنا ويرضي جميع الاطراف. قول يا سعد، قول يا اخويا. دلوقتي حكم الاعدام على مصطفى ده مش اخر المطاف، دي اول درجه. احنا بقى ممكن نوكل له محامي عقر يدافع عنه ويستأنف الحكم، ومين عارف مش يمكن المره دي ياخد براءه. ده الكلام. الله يفتح عليك يا سعد يا اخويا، ده حل فيه مصلحه للكل. مصلحه ايه؟ الراجل محبوس. محبوس بس عايش. وبدل ما نعترف عشان نخرجه ونحط نفسنا مكانه، احنا بقى نساعده من بره، نصرف على عياله لغايه ما يخرج بالسلامه وياخد براءه ان شاء الله. اذا كان كده ماشي، وانا ما عنديش مانع. وافرض بقى المحامي ده ما عرفش يخرجه واتحكم عليه. واحنا ليه بس نقدر البلا قبل وقوعه؟ لان البلا هو الاقرب في الحاله المنيله اللي احنا فيها دي. يا اخي ليه التشاؤم ده؟ انا مش فاهم انت فيك حيل تتفائل ازاي بعد كل المصايب اللي حطيتنا فيها. يا اشرف كل المصايب دي تهون الا مصيبه واحده بس، الشرك بالله. والحمد لله احنا طول عمرنا موحدين وعمرنا ما شككنا في وجوده. انت كمان عايز تشكك في وجوده؟ الله، هو مش في ناس بتعمل كده؟ ايوه بس احنا مالنا ومالهم يعني. يا سعد يا اخويا احنا عاصيين مش كفره زيهم. الحمد لله. انا مبسوطه قوي يا حبيبي ان انت جيت معايا النهارده. يا حبيبتي بس ما تاخديش على كده، انا عندي شغل. يعني شغلك اهم مني ومن ابنك اللي في بطني؟ ابني؟ انت عرفتي ازاي انه ولد؟ مش انت بتقولي ما بيبانش دلوقتي؟ بصراحه يا نديم انا نفسي في ولد ويطلع شبهك. عموما يا حبيبتي كل اللي يجيبه ربنا كويس. يعني مش هتزعل لو جت بنت؟ شوفي هي لو جت شبهك هطير من الفرح. بجد يا حبيبي؟ طبعا يا حنان، ده انت حبيبتي ومراتي وام ابني. يا ريت يا حنان تعرفي انا بحبك قد ايه. طمنتني، ربنا يطمن قلبك. يا بنت المجنونه، ما هو اصل الواحد لازم يسيسك وياخدك على قد حالك لتخريب الدنيا. قدرني يا رب، قدرني. اشهد
ايش هذا؟ انا مو متخيل، مو متخيل. معقوله انت تبيعيني بعد كل اللي صرفته عليكي؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ انا متخيل تعيش وتاخد غيرها. انت تاني؟ انت تاني؟ انا مالي كلام معك، افهمت؟ والله احسن. يعني اكلم مين؟ عمرو دياب يعني؟ انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك. عايش حبيبي، ما تزعل مني. والله هذه الدنيا، والله هذه الدنيا زي الخيارة، يوم في ايدك ايوه ويوم في السلطة. اهدى يا مختار، خلينا افهمه. يفهم ايه؟ انا شك انه بيفهم اصلا. تفهميني ايش بعد اللي صار؟ مختار اشترى لي النايت كلاب وصرت المالكة. لا وليش قبلتيه؟ ها؟ ليش قبلتيه؟ أنا قلت لك هشتريه بس بعد ما يتم التحويل. قلت لي إنما مختار نفذ وفي الحال، وأنا عايزة راجل أفعال مش أقوال. راجل أفعال، وأنا ياما فعلت. ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا أبو عيد. عصفور 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 عصفور. معقولة مختار انت اشتريت لها النايت مرة واحدة؟ يعني ما تعرفوش. طب واحنا هنعرف منين؟ يعني توفيق تيفا ابن عمك ما قالكش؟ لا طبعا ما قالتش. يبقى خاف لا يقول لكم، احسن تاخدوا منه سمسار عشان انا جاي من طرفكم يا مرتجية. تصدق بقى انت ظلمتنا المرة دي يا ميخا، عشان انا عمري ما سمسر على ابن عمي ولا عمري سمسر على صاحبي طبعا. طب يا راجل ده احنا كنا عارضينه عليك تشتريه عشان مصلحتك، عايزينك تكسب. سيبك بقى من الكلام ده ومينك الرهان. رهاني انت تصيع؟ البنت قاعده جنبي ايه؟ اطلع بالرهان. البنت فارغه تستحقها. امسك يا شيخ. والله شكلكم خدتوا فلوس وسمسره. يا اخي بطل زنونك ديه. زنوني فلوس دي يالا ولا مش فلوس؟ فلوس. جبتها منين؟ يا عم عيلك علينا، ومحدش معاه فلوس غيرك ولا ايه؟ انا فلوسي مصدرها معروف، انما انتوا هتجيبوا فلوس منين يا عواطلاجيه؟ حيلك حيلك، دولت 1000 جنيه من البرفته بتاعت امبارح. اذا كان كده ماشي. جرسون عمر يا مختار باشا. انت متجوز؟ انا عندي اربع اولاد. اربع اولاد؟ خد دول لاولادك. ماشي يا مختار باشا. بتعمل ايه يا مختار؟ انت مالك يا فلوسك؟ يا راجل ده انا قلبي عليك. ما قلت لك مكسب الرهان والقمار حرام، انا ما باكلش منه، بتبرع بيهم للغلابه. طب يا ميخا ما احنا برضه غلابه. غلابه عليا انا ميخا؟ ده انتوا ديابه. باي باي بقى يا حنان. ها؟ ايه؟ انت مش هتخش؟ ما انت عارف. انا ما اعرفش غير حاجه واحده، ان انا مراتك زي زيها بالظبط وليا حق عليك. ادخل والنبي يا نديم شويه، انت وحشني قوي. حنان مش عايز مشاكل. ساعه واحده وامشي على طول. وهي الساعه دي هتعمل ايه بس؟ لو ملهاش اهميه عندك فهي عندي مهمه قوي. افهم الاول قبل ما ادخل. انت بتشترط عشان تخش بيتك. حنان الوقت اتاخر ونعمه زمانها قلقانه عليا. انا ما اعرفش انت بتخاف منها كده ليه. انا ما بخافش من حد يا ستي، انا مش عايز مشاكل. وهي المشاكل هتيجي من ساعه واحده هتقعدها معايا. اعرف الاول عايزه مني ايه بالظبط. عايزه اخدك في حضني زي زمان. هو انا مش مراتك ولا ايه؟ طبعا يا حبيبتي طبعا مراتي. طيب ممكن نخليها وقت تاني؟ وقت تاني؟ اصل انا النهارده تعبان قوي وواقف على رجلي من اول النهار. براحتك يا نديم، لو مش عايز تشوف وشي خالص انت حر. الله جرى ايه بس يا حنان؟ كل ده علشان بقول لك تعبان شويه؟ هو انا يعني هشغلك فعل؟ ده انا ههننك وادلعك واخدك في حضني زي زمان. طيب افرضي يعني افرضي من كتر تعبي نمت في ايديكي. وايه يعني؟ ما تنام يا اخي، هو انت في حته غريبه؟ ده انت في بيتك. بس نعمه ما تعرفش ان انا ليا بيت؟ يقطع نعمه وسنين نعمه، يا رب خدها بقى. الله ليه كده بس؟ خايف عليها قوي. هي مش مراتي زيك بالظبط. خلاص يا اخويا روح اتلفح بيها، ما انت بقيت مجنون نعمه. ليه الغلط ده يا حنان؟ هو اللي يقول الحق يبقى غلطان. الحق؟ عايز الحق؟ انا هقول لك بقى ايه هو الحق. انك وحشتيني قوي، وعشان خاطرك هدخل الساعه دي، بس هظبط المنبه ها علشان الحق اروح وما تحصلش مشاكل. انت حر. ساعه هي ساعه. هو الشغل ده هيفضل ورايا ورايا حتى وانا في شهر العسل؟ حالا يا حبيبتي هخلص وافضلك على طول.
مش كفايه ما سافرناش هانيمون بره مصر زي ما خليق ربنا؟ انا وعدتك يا حبيبتي ان احنا هنلف العالم كله. انا بس اظبط نفسي وارستق شركتي الجديده وهعمل كل اللي انت عايزاه، وبعدين ما احنا قاعدين في فيلتنا اهو، في حد يسيب الجمال ده كله ويروح حته تانية؟ وهي هتمشي؟ ما هي قاعده. المشكله لو كنا سافرنا لنا يومين بره مصر ورجعنا، ما انت قاعد لي اجازه اهو. اجازه قصيره يا حبيبتي، مش هتزيد عن 10 ايام، وبعدين لازم ابقى قريب من الشغل عشان لو احتاجوني في اي لحظه انزل على طول. يا دي الشغل اللي هيبقى ضرتي يا حبيبتي. ما انا لازم اشتغل عشان انت كمان تصرفي براحتك. ايوه يا سعد، بس انا زهقانه. هخلص شغلي ونروح نتعشى بره. بجد؟ يلا قومي جهزي نفسك حالا. اعمل حسابك، بابا وماما جايين بكره، انا عازباهم على الغداء وهعمل لهم سمك. معقوله يا حبيبتي هتطبخي بنفسك؟ ها؟ لا طبعا، هطلب لهم من بره. من بره يا حبيبتي؟ انا نفسي ادوق اكلك ولو مره واحده في حياتي. ما تستعجلش، اكيد هيجي يوم وهيحصل. ايوه امتى بقى اليوم ده؟ بقول لك ايه، انا قلت لك اعمل حسابك ان هم جايين يتغدوا معانا بكره. اهلا وسهلا، بس يعني بكلوا انتوا بقى، انا مش هينفع. مش هينفع ليه؟ اصل انا صايم بكره، مش هينفع اقعد احنس نفسي قدام الاكل كده، ما انت عارفه ان انا بحب السمك. صايم ليه؟ هو احنا في رمضان وانا مش واخده بالي؟ لا مش رمضان ولا حاجه، بس زي ما تقولي كده يعني عليا يجي 60 يوم من رمضانات اللي فاتوا، فقلت اخلصهم بقى. عليك 60 يوم وحبك بقى تخلصهم في شهر العسل؟ اه، ما انا يعني عايزه اصفي نيتي مع ربنا كده عشان ربنا يكرمنا يعني. بس انت بقى كده بتعمل جريمه. جريمه؟ عشان بصوم لربنا؟ عشان انت ما خدتش اذني. واخد اذنك بأمارة ايه؟ عشان انا مراتك وليا حق عليك بشرع ربنا. لا انت فاهمه غلط، الكلام ده بالنسبه للست مش الراجل. لا يا حبيبي، اللي يمشي على الراجل يمشي على الست واسال فيها. يا حبيبتي دول 60 يوم يعني هيعدوا اوام اوام. وانت ناوي كمان تصومهم ورا بعض؟ لا يا حبيبتي، عشان خاطرك انت بقى هجزقهم، وربنا غفور رحيم. قلت لا يعني لا. حرام عليك يا رشا، ما توقفيش بيني وبين ربنا. يا سعادتي يا حبيبتي، ده انا جايبه لك الاستاكوزا اللي انت بتحبها. استاكوزا؟ وبوري مشوي بالطحينه والليمون، مش انت بتحب البوري المشوي؟ اه بحبه قوي، بس بصي بقى، خلي الراجل يعمله سنجاري مفتوح كده ويحط جوه بقى التحابيش توم ويا سلام لو حط شويه شطه كده من جوه. طيب يعني عايز تسيب كل ده وتصوم؟ خلاص بقى هبتدي الصيام من بعد بكره. نادي متاخر قوي يا ماما. يا بنتي اهدي شويه، بطلبه من الصبح موبايله مقفول، والشركه طلبته فيها بيقولوا لي انه مشي من بدري، يبقى راح فين؟ الغايب حجته معايا، يمكن اتاخر في شغل. كان يكلمني يطمني، وبعدين شغل ايه اللي هيقعد لوش الصبح؟ ما تخافيش يا نعمه، نديم مش عيل صغير، نديم راجل كبير. اهو ده اللي مخوفني، انه مش صغير. يا نهار اسود، انا راحت عليا نومه ولا ايه؟ شكلك بيبي قمت نام يا روحي. بيبي ايه بس وزبت ايه؟ انا كنت ظابط الموبايل وما ضربش المنبه. لا ما ضربش وما سمعتوش. يا نهار اسود، موبايل مقفول. انا ما جيتش جنبه، انا حتى رحت في النوم معاك، يمكن البطاريه وقعت. بطاريه ايه اللي وقعت؟ مشحون على الاخر اهو. يا نهار ابيض، نعمه كلمتني اكتر من 20 مره. احسن خليها تكلمك وتقلع عليك، اشمعنى انا بقعد ادور عليك؟ منك لله، منك لله يا شيخ، منك لله. احسن. هو انتوا لسه شفت حاجة؟ ما كنت اطلقك منها يا نديم، ما بقاش انا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي. وحشتيني، وحشتيني قوي. لو كنت وحشتك كنت فكرت تكلمني بالتليفون تطمني عليك. معلش يا حبيبتي، حقك عليا، اصل انا كنت سهران مع مختار والموبايل شحنه فضي قفل مني. ومفيش كشك تكلمني تطمني عليك؟ كشك؟ عايزاني اكلمك من كشك وش الفجر. وانت بتعمل ايه مع مختار وش الفجر؟ شغل. انت بتشتغلني؟ شغل ايه للوش الصبح؟ يا حبيبتي لو مش مصدقاني كلميه. هكلمه، انت بتخوفني، هطلبه.
الو، اهلا وسهلا يا استاذ مختار، ازاي حضرتك؟ كنت بتعمل ايه انت ونديم لوش الصبح؟ شغل؟ شغل ايه ده يا استاذ مختار؟ الصين جامده، الصين. ماشي يا مختار، سلام. شفتي بقى يا حبيبتي انك ظلمانة؟ مش عارفه ليه يا نديم كده حاسه انك بتكذب عليا. لانك ظنانة يا نعمه، ظنانة، بتشكي حتى في نفسك. يمكن، ما انا اصلي اللي شفته من صنف الرجاله مش شويه، مصيبه تطلع زيهم. يا حبيبتي انا قلتلك قبل كده، صوابعك اللي عايزه تتاكل دي مش زي بعضها. قلت لك يا مستر طارق الاسهم دي خسرانه وانت ما سمعتش كلامي. اسكت انت، مالكش دعوه. سعد بيه لو عرف هيطين عيشتنا. سيب سعد بيه في شهر العسل بتاعه، ولما يرجع ويلاقي الدنيا مطربقه كده على دماغنا السهم ده هيطلع وهتشوف. هو فعلا هيطلع من عينينا ومش بعيد نترفد بسببه. مالكش دعوه انت، انا المسؤول. انت حر، بس لما سعد بيه يجي انا هقول له اني حذرتك وانت ما سمعتش كلامي. حذر مين يا ابني انت؟ انت تهبلت ولا ايه؟ انت ناسي ان انا رئيسك المباشر؟ يا خوفي بعد العمله السوداء دي تبقى في الشارع. اخرس، مبقاش غير انت اللي جاي تفهمني شغلي. وبعدين انا الف شركه تتمناني اشتغل عندها، لكن انت قتيل، ما صدقت تلاقي مكان تتوه فيه. ايه اللي انت عملته ده؟ عجبتك يا باشا مش كده؟ عجبتني ده ايه؟ ده انت طينت الحكايه. خلي بالك ده مختار باشا، ده انا رميت الحكومه خروف انشغلوا بيه بدل ما نخوره في الحكايه. تقوم تودي واحد بريء حامل المشنقه؟ ما هو مش بريء قوي يا باشا. ازاي؟ بس انا بصراحه قبل ما يستدعوني في النيابه عرفت ان مصطفى دوت ابن عم خليفه، وكانوا دايما على خلاف، وكان بيهدده دايما بالقتل، واخر مره هددوا بالقتل قدامنا من شهر فات في المينا قدام عيني. فلما رحت النيابه لقيته انسب واحد يلبسها ويشيلها عننا. روح يا شيخ، روح يا شيخ، منك لله. ده كلام يا مختار باشا، بدل ما تديني الحلاوه. كمان حلاوه؟ ده لولا اني متورط معاك انا كنت بلغت عنك. هي حصلت يا مختار باشا، انا عملت كل ده عشانك، والعملة عملتك ولا انت نسيت؟ كان غصب عني، والمصحف وربنا عارف انه كان غصب عني، ما كنتش هقصد. المهم ان الجريمة تمت، واي كلمة كده ولا كده رقبتك ممكن تطير فيها. بتهددني ياد؟ انا بحذرك يا مختار باشا، ولو البوليس خد خبر بشهادة الزور هقر واعترف بكل حاجة. الله 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 الله، بتتك على الصبر يا محمود. هتك على مين يا عمنا؟ ده انت اللي عمال بتتك عليا وبتتنك كمان. خلاص يا عم خلاص، ما تعيش اللحظه قوي كده، اللي حصل حصل بقى وربنا يستر في اللي جاي. ما اشوفش وشك تاني. خد، هو ده الكلام يا باشا، وعايزك تطمن على الاخر، طول ما مصطفى جوه احنا بره. طب يلا بره، يلا بره، يلا عشان تلحق قطر اسكندريه. يلا سلام يا عمنا. يلا يا عم الشو. عيل نجس. ممكن ادخل؟ صباح الفل. اهلا اهلا يا بيبي، اهلا. شريكي العزيز اللي بيعط من ورايا وما يقوليش الا لما يطب في المصياده. اسكت يا مختار يا اخويا، ما تفكرنيش. انت عارف لولا ان انا كلمتك قبل ما اقابلها كانت بقت مشكله. طبعا. طب ما انت ناوي تلعب بديلك، اتجوزت البومه دي ليه من اصله؟ لا لا، بديلي ايه، دي مصالح، ما انت عارف مصالح. طب نصيحه مني انا، خد مني اكتب عرفي، بلاش الحرام، اوعى تعمل حاجه حرام، خد مني. ممكن افهم ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز مصلحتك عشان ربنا يبارك لك. يا عم انت فاهم الموضوع غلط. المهم يا عم، احنا ايه بقى؟ عايزين نلعب القرد ولا احنا فاتحين الشركه دي علشان نتسامر فيها انا وانت؟ عيب يا مخ. شوف، انا جايب لك معايا صفقه. ايوه، في الجون. ده الكلام بقى اللي احب اسمعه، بس اهم حاجه تكون سلعه مفيده. شغل الشمال ده انا بطلته، كانت مره كده وراحت لحالها، وربنا يسامحنا يا رب. هو في حد دلوقتي يا مخ جاب سيره الشمال؟ طب لعلمك بقى الصفقه دي يمين، ويمين قوي كمان. لا ما بلاش قوي برضه، لا يفتكرونا تبع الجماعه اياهم ويقبضوا علينا، احنا مش هنضحك. اسمع يا سيدي، قول. احنا هنستورد فوانيس رمضان. فوانيس رمضان وسجاجيد صاله وسبح من الصين، وكل سنه وانت طيب، رمضان قرب. ايه رايك؟ صفقه 100 100. ايه ده يا مصطفى؟ يا بيه انا مش خايف من الموت، انا عارف ان احنا كلنا رايحين،
بس انا كان نفسي اموت وسط اهلي وناسي وما اسيبلهمش فضايح بعدي. كمان كان نفسي اشوف ابني لما يتولد واخده في حضني. انا هقوم لك اكبر محامي في مصر وان شاء الله هتاخد براءة. هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ عشان حاسس انك بريء. بريء ازاي ومفيش دليل؟ هو ما تنساش اني ظابط، يعني ليا نظره في اللي قدامي. طب اشمعنى انت بس اللي شايف كده والباقي لا؟ اصبر ان شاء الله ربنا هيثبت براءتك في اي لحظه. حاضر اصبر اصبر. بس ربنا على الظالم المفتر، ربنا على الظالم المفتر. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. ايه يا دود يا حبيبي مالك؟ الشركة بتاعتي اشترت أسهم في شركة البسكوت بمليون جنيه. إيه ده؟ للدرجة دي شركة البسكوت دي كسبانة؟ دي خسرانة وغرقانة، واللي هيقرب منها هيروح في 60 داهية زي ما حصل لي كده. يا أغبياء يا كلاب. ترد يا طارق الكلب أنت كمان. مفيش فايدة. أنا لازم أنزل أروح الشركة أوقف المهزلة اللي بتحصل دي. تنزل تروح فين؟ انت ناسي ان احنا في شهر العسل. عسل ايه وزفت ايه؟ انا لو ما روحتش دلوقتي حالا هشوف مرار عمري ما شفته في حياتي.